السلام عليكم. المحاضرة الثالثة راح نتطرق إلى موضوع Singular Expressions of Quantity، وهو المقصود به كيفية استخدام One, Each, and Every. نتطرق إلى بعض الأمثلة. المثال الأول اللي هو One student was late to class. هنا استخدم One. مثال ثاني، Each student has a schedule. مثال ثالث، Every student has a schedule. سوف تلاحظ يعني بعد الـ one الـ each and every إجا اسم اللي هو student، وهذا الاسم اللي إجا بالsingular، ما إجا plural، يعني ما إجا بصيغة المفرد، ما إجا بصيغة الجمع. يعني لهذا طرقة التسمية، لو ترجع للتسمية singular، يعني كقاعدة بعد يعني الوان each and every are followed immediately مباشرة by singular countable nouns، يعني اسم معدود بصيغة المفرد. countable يعني المقصود بمعدود، إنه student معدود بصيغة المفرد، يعني ما ممكن تستخدم اسم غير معدود، يعني never plural يعني نهائيا ما ممكن استخدام الاسم بصيغة الجمع، و never incountable nouns يعني أيضا ما ممكن استخدام الأسماء الغير معدودة. هذه هي كيفية استخدام ال one, each and every. ممكن نستخدم صيغة الجمع لها إذا استخدمنا الفورم اللي هو ال one of, each of and every one of. إذا استخدمنا هذه الصيغة ممكن نستخدم صيغة الجمع، أو هي يفترض أن تكون صيغة الجمع. كمثال، One of the students was late to class. Each one of the students has a schedule. هنا أنا يعني مخير، يعني ممكن تستخدم each of أو each one of، نفس المعنى، ما راح تغير من معنى الجملة. يعني أما تستخدم each of أو each one of. لهذا يعني هاي خليناها بين قوسين. The students has a schedule. Every one of the students has a schedule. لكن الأبري لا. يفترض أن تجي بعدها الـ one of، يعني ما ممكن نستخدم every of، every one of the students has a schedule. هسه هنا بعد إنه وجدت الـ one of أو الـ each one of، الـ every one of، إجا بعدها اسم countable اللي هو يكون countable بصيغة الجمع، يعني plural، يعني هنا students يأخذ الـ s الجمع، يأخذ s الجمع، هنا يأخذ s الجمع. يعني كقاعدة استخدام الـ one of، الـ each of أو الـ each one of ممكن تستخدمها نفس المعنى، and every one of are followed by specific plural countable nouns، يعني أسماء معدودة بصيغة الجمع. never singular يعني ما ممكن تستخدم صيغة المفرد، never incountable nouns، وأيضا ما ممكن تستخدم الأسماء الغير معدودة. هذا كل ما يخص الموضوع، يعني كيفية استخدام الـ one والـ each الـ every أو الـ one of each of every one of. لكن أكو ملاحظة أنه لابد أنه التمييز بين الـ everyone اللي هي كلمتين الـ every والـ one، أكو space بيناتهم، يعني أكو فراغ بيناتهم، يعني هاي كلمتين two words مثل ما طرقنا لها هنا، اللي هي الـ everyone، everyone of، everyone يعني two words is an expression of singularity، يعني كما استخدمنا بهاي المحاضرة. كمثال، I have read every one of those books، يعني هذا يسمى إنه الـ singular expression of quantity. Every one of يجي بعد اسم معدود بصيغة الجمع، البوكس إجت بصيغة الجمع. لكن الـ every one اللي هي كلمة واحدة، يعني ما بينات الفراغ، الـ every one يعني one word، هذا اللي يسمى indefinite pronoun، هي الضمائر الغير معرفة، وهو هذا مو موضوعي. لكن التفريق بين الـ everyone اللي هي كلمتين الـ two words والـ everyone هنا اللي إجت الـ one word، هذا الـ indefinite pronoun اللي هي الضمائر غير معرفة. It has the same meaning as everybody، يعني الـ everyone هي نفسها الـ everybody اللي لابد أنه مر عليكم استخدامها، لكن مو موضوعي في هاي المحاضرة. كمثال، everyone has a schedule،
هي نفسها لو تستخدم معناها everybody has a schedule، لكن هذه كلمة واحدة يعني أقصد بها everyone والeverybody نفس المعنى. تختلف عن everyone هنا الكلمتين إنه هاي singular expression of quantity يجي بعدها اسم معدود بصيغة الجمع. أنا مو بصدد التفريق بين everyone بالمعنى اللي هذه الكلمتين مع everyone اللي هي الكلمة واحدة، لكن هنا بس أريد أطرق طيتها ملاحظة كيفية استخدامها فقط، إنه هاي تختلف عن استخدام everyone اللي هي الكلمة الواحدة. هذا كل ما يخص الموضوع، وإذا أكو أي استفسار ممكن أن تكتبون إلي بالكامنت مات الكلاس. شكرا جزيلا لكم.